البداية هتكون من عند السكواش، وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين السكواش النهاردة عن التصنيف العالمي الجديد للاعبين واللاعبات خلال الأسبوع الجاري. استعد البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة صدارة التصنيف العالمي بعد حصده لوصافة بطولة أمريكا المفتوحة للسكواش، وحافظت كمان نوران جوهر لاعبة وادي دجلة على صدارتها للتصنيف السيدات بعد طبعا تتويجها ببطولة أمريكا في النسخة الأخيرة. وكمان عايز اقول لكم ان تراجع النيوزيلندي بول كول للمركز الثاني بعد علي فرج، وعايز اقول لكم ان بول كول كان ودع منافسات بطوله امريكا من الدور ربع النهائي، وتقدم البيروفي دييغو الياس للمركز الخامس بعد ما توج بنفس البطوله. وفي المركز الرابع جاي الانجليزي محمد الشرباجي، وتراجع مصطفى عسل لاعب النادي الاهلي للمركز الخامس. أما بقى في السيدات فحافظت نورهان جوهر لعبة وادي دجلة على صدارة التصنيف العالمي، واستعادت كمان نور الشربيني لعبة سبورتينج المركز الثاني بعد ما حصلت على وصافة بطولة أمريكا، وتراجعت كمان هانيا الحمامي لعبة دجلة للمركز الثالث، وبرضه احتفظت نور الطيب بتواجدها في المركز السادس، وبعدها بيجي روان العربي في المركز السابع، وكمان تقدمت سلمى هاني للمركز العاشر.